السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ الامور هانيه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معايا هذا النهار فيديو جديد، فلوج جديد، خرجه جديده الى مدينه وجده ان شاء الله. كنتمنى نوصلوا بخير وعلى خير. كما كتعرفوا البنات، بسبب هذا الفيروس الكيران زادوا في الثمن، كانوا 15 درهم ورجعوا 25 درهم. بالنسبه اللي عندهم الدراري كيسافروا ما غاديش يقدروا يسافروا كما كانوا يسافروا في الايام العاديه. المهم غادي نخليكم معايا تفرجوا في هذا الفيديو. كما كتشوفوا معايا البنات، التليفون كيتهزز حيت الكار هو اللي كيتهزز، عارفين الركبه ديال الكار في دايره. المهم البنات، هاد الخرجه ماشي شي خرجه يعني ديال التحواس ولا انسان يضرب دوره وصافي، ولكن غاديه لواحد الغرض اللي مهم، واحد الزياره ديال احد من الاقرباء ديالي في السي اتش اي. كما تعرفوا البنات، وصلنا وجده، رحنا دخلنا وجده، والحراره البنات ماشي بحال بركان. بركان شويه فيها البروده، ماشي بحال وجده. وجده ديما في الصيف كتكون سخونه بزاف، وفي المشتى كتكون بارده بزاف، ولكن الحمد لله على كل حال كل شيء طال الله، اللهم لك الحمد. كما كتشوفوا معنا قريبا وصلنا للبلاصه اللي غادي ننزلوا فيها، ما باقيش بزاف، يلا واحد شويه وغادي ننزلوا حدا قبور النصارى. على سلامتنا البنات، كما كتشوفوا وصلنا وجده بالضبط في قبور النصارى. رحنا باغيين نشدو تاكسي، وكما كتعرفوا وجده مدينه كبيره فيها الناس بزاف، حتى التاكسيات فيها بزاف، ولكن بصعوبه باش تشدو تاكسي في وجده، يعني واحد الصعوبه كبيره باش غادي تشدو تاكسي. يعني وقفنا تقريبا شي نص ساعه عاد باش لقينا التاكسي. ولكن في الاخر لقينا تاكسي الحمد لله، ركبنا. وبطبيعه الحال مع المعقم مع الكمامه هادو ضروريين، ضروري اي واحد ما خاصش يستغنى عليهم، المعقم والكمامه. من دخلوا للسبيطار ولا من تخرجوا ضروري المعقم والكمامه. ثم كتشوفوا هاد الناس كلشي باغيين يدخلوا الزيارة، والزيارة مانعينها نهائيا باش الانسان يقدر يدخل. خاص الطبيب يعطي بيرميسيون للسيكوريتي، عاد يقدر السيكوريتي باش يدخلك ولا ما يدخلكش، ماشي غير اجي وادخل. الزيارة الصراحة ممنوعة بواحد الشكل ديال 90%، ما كيدخلوش كلش. ولكن دخلت للسيرفيس الحمد لله، قدرت ندخل.
كما كتشوفوا معايا الوالده ديالي هي اللي راه كاينه في هذا السيرفيس، الله يشافيها، طلبوا لها بالشفاء ويشافي كاع المرضى المسلمين. كما كتشوفوا السيرفيس نقي، كلش فيه نقي، الفراش، الحيطان، البلاكارات، كلشي فيه نقي. وزياده على ذلك الاطباء كبار ومختصين، بروفيسورات، المهم تما كلشي في المرتبه في واحد المرتبه عاليه. ما نقدرش نصور المرضى نظرا لا يجوز باش غادي نصور المرضى. الصراحه الاطباء تما كيعتنوا بالمرضى ديالهم. هنا هاد السيرفيس فيه الامراض نتاع الراس بزاف مع العمود الفقري، وكيعتنوا بالمرضى ديالهم، كيجيو المرضى في حاله خطيره وكيوليو يعني بحاله جيده بالعنايه ديال الاطباء وبالقوه نتاع سيدي ربي الحمد لله. كما كتشوفوا معايا في صالة الزيارة هذا السنسور، انا ما كنقدرش نموت في السنسور مجبنيش. ها واه صراحة الحرارة بزاف بزاف جدا. كندورو غير على واحد شويه ديال العوين، ولكن ما كانش من يدخل العوين ولا الريح، الحراره الحمد لله. ولكن فوق في السيرفيس دايرين الكليماتور للمرضى، زعما الصراحه الحمد لله عندهم البروده في الوقت ديالهم. الحرارة موت ديال الصاد الحمد لله. هذه الخرجه ديال سي اش اي، الخرجه ديالو طويله 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 وكلها جرادي تبارك الله ما شاء الله كلها جرادي.
هران كتشوفينا؟ شوفي واش يجي في الساعة ولا يبطا؟ المهم غادي نستنى الطوبيس لعل وعسى يجي في الساعة، إلا بطا نشدو طاكسي. ركبنا الطوبيس ريال زعما بقاش لينا الطوبيس، نزلنا وسط المدينة دا باب سيدي عبد الوهاب. كما كتشوفوا معايا كندورو على شي كافيه تكون نقية نجلسو فيها ناكلو شوية شي حاجة خفيفة وصافي. الصراحة الصهد ما كاين اللي ياكل. ها الصراحة هادو مانضينا شي حاجة خفيفة مع الحرارة والصهد ما كاينش اللي ياكل. من بعد ما استرحنا شوية درنا دورة خفيفة في المدينة. الصراحة الحرارة بزاف ما كاينش اللي يدور تما، الناس ديال تما ما كيخرجوش حتى الليل، حتى تكون شوية البرودة في النهار ما كاينش اللي يخرج. صاي ومشينا شدينا تاكسي المحطة. صافي رحنا ركبنا في الكار تلاقينا مع هشام. يلا استنى واحد العشرة دقائق وان شاء الله الله يوصلنا بخير وعلى خير. واخيرا وصلنا مدينه بركان بخير وعلى خير والحمد لله على سلامتنا. من الباب لالا كنتمنى من الله تعالى سبحانه شكل الوالده ديالي كنتمنى تدعو معها بالشفاء، حيت كيقولوا تزوج الأربعين شخص مستجابة ومع جميع المسلمين والمسلمات. الله يشفي كل مريض، اللهم ارفع عنا هذا الوباء. وكنتمنى الدعم واللايك واشتراك اللي ما مشتركش في القناة وشي تعليق يكون محفز للفيديو. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.